تخفيض استثنائي أو منح لواحق للأثاث المنزلي بالمجان للزبائن. هي العروض المغرية التي يراهن عليها بائعو الأثاث لجلب المشترين والخروج من حالة الركود التي يعيشونها، والسبب غلاء المواد الأولية. البواروج هذايا كان يواسي 13000 المتر، دوكا رجع يواسي 31000 المتر 32000 المتر، يعني ارتفاع شي نورمال. المطلة نبيعو فيها كيما قلت بالسعر تاع الوزين، تاني كنديرو دي بروموسيون، نمدو معها دي اسمو مخايد مسند، فهمني، نمدو كراسات على لي كوافوز، هادو الحفايز بيان سور نمدوهم عندنا باش نسيو نقصوا لي فري على الانسان اللي حيشري اون شومبر، راك فهمني، في عوض لي يزيد 500000 يشريها بلاصه واحده اخرى، نزيدو له حنايا بوف كرسي تاع عروسه، راك فهمني. الزبون ليس باحسن حالا، فالتخفيضات غير كافيه. بون هكا صافي نقول وإيجاد حاجية من الأثاث التي تناسب مدخوله بات في خبر كان. كاين اللي بغى يتزوج وقاعد تجيه بزاف، مي نورمالمون راهم مساعدين، الحوانيت راهم دايرين كاع اللي عليهم باش يديروا بروموسيون تاع 200000 100000 300000 ماكسيمو، هذه اللي يقدروا عليها. وكيما يقول لك والله ما يقدروا ضروك، ضروك ماذا بينا صوالح يرجعوا كيما كانوا ولا يهبطوهم شويه. باه الناس تقدر تتزوج، تقدر تونغاجي في هذه الحياه وصح. كون ما تهوش الحاله كيما هكا كيما هادو تاع 15 16 محال يشروهم، الناس اللي تحوس على شومبرا تاع 5 ملايين 6. ورشات النجاره ايضا دخلت في سبات عميق، ووضعت امام خيارين احلاهما مر، اما تقليص العمال او الغلق، او التوجه الى صناعه اثاث موجه لفئات محدودي الدخل. حتى ب 100% من 17000 ل 32000 زجاج، من 800000 900000 شومبرا لمليون ونص مليون و700، البيدون تاع الصبيغه كيف كيف، من 17000 18000 حتى 42000، كانوا خمسه خدامين، دوكا بقاو لنا غير زوج هم اللي راهم يخدموا هنايا. حنا خدمنا، درنا سيستم تاع بروموسيون، الخدمه ما كاش، درنا كيما درنا ما كاش. ودوك اللي حاب باش يتزوج يلزملو بالقليله واحد العام ولا عام ونص هو يلايم باش يشري شومره يتزوج. مسلسل التهاب الاسعار مس الاثاث المنزلي، مما يزيد من عدم قدره محدوديه الدخل من الجزائريين على اقتناء حاجياتهم الاساسيه.